جهنم الإسلام، جهنم نار، جحيم لظى، سعير صقر، هاوية، أسماء ذات دلالة لغوية قوية في العقل الجمعي المسلم، صورت صورة قاسية لمكان عقاب مرتكبي الكبائر في الآخرة. الإشارات والصور اللي ذكرت مئات المرات في النص المقدس الإسلامي القرآن شكلت الصورة العقلية الأساسية لفكرة العقاب عند غالب المسلمين، وتم تفسيرها على إنها ضرورة لإيقاع العدالة الإلهية. عقاب الله عدل مطلق لأن سيادته مطلقة، absolute sovereignty. لكن الباحثين أدركوا مبكرا أن الرؤية اللاهوتية الإسلامية لجهنم بتتشابه مع عناصر عديدة من الميثولوجيا الشرق أوسطية والعقائد اليهودية والمسيحية، وأن التعاليم القرآنية جاءت بسيطة دقيقة ومشجعة على إيمان جماعي ثابت، لكن التعبيرات المجازية في النصوص كانت مصدر حيرة للاهوتيين في العصور المتأخرة كما في سائر الأديان، خصوصا لما بيضاف للقرآن النصوص التانية مثل الأحاديث التفاسير والقصص. على أي حال، الخطوط العريضة للمصير الفردي ثابتة وواضحة. نفس الفرد المتوفي بتمثل أمام ملاكين منكر ونكير في القبر، حيث تسأل عن معتقداتها. إن فشلت بالشهادة تتعرض لعذاب القبر، تضيق الجدران وترى مقعدها المستقبلي في جهنم، وفي نهاية العالم بينفخ إسرافيل في البوق فيحشر الناس تحت حرارة لا تطاق، وبعد انتظار 40 عام يحاكم كل إنسان علنا بعد أن يطلع على سجله الشخصي اللي دونت فيه أعمال الميت في الحياة، وبعدها توضع في إحدى كفتي ميزان كل سجلات الخطايا وفي الكفة الأخرى الشهادة، ونتيجة الميزان تقرر مصير الإنسان الأخروي. لو كان من الهالكين ما زال لديه أمل في مغفرة الله أو شفاعة رسول الإسلام. وفي بعض النصوص القرآنية الأخرى بيذكر جسر دقيق كالشعرة حاد كالسيف، الصراط المستقيم اللي لا يستطيع الأشرار اجتيازه. أما جهنم نفسها فخازنها هو مالك، ولها بنية تقليدية بيلعب فيها العدد 7 وأضعافه دور أساسي، 7 أبواب 7 طوابق تتضاعف فيها الحرارة 70,000 مرة عند الانتقال من طابق لطابق أدنى، وعند المدخل ينادي مالك 70 مرة إلى آخره. أكيد وصلت لك الفكرة. مصدر العذاب الرئيسي في جهنم الإسلامية هو النار، ومرتكبي أعظم الخطايا يعاقبوا في الطبقة السفلى، وأبعاد جهنم هائلة لا حدود لها في الزمكان، كل الأعمال فيها تدوم عدة قرون، في حين أن الوقت بيتقلص في الجنة، ويستطيع سكان جهنم أن يرقبوا سكان الجنة ويحسدوهم على سعادتهم. النص القرآني أسهم بشكل كبير في رسم صورة جهنم وبعض تفاصيل رحلة النفس إلى الآخرة. على سبيل المثال، لما صور جهنم بالسجن في سورة الإسراء الآية 8، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وفي سورة التوبة الآية 68، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفر نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وغيرها من الآيات العديدة اللي بتتعرض لطبيعة جهنم، لكن الأحاديث باختلاف درجات تأكيدها وصحتها أكملت الصورة في العقل الجمعي لعوام المسلمين. لكن في الحقيقة قاتني جهنم ومدة بقائهم فيها كانت فكرة غير ثابتة أو قطعية أو مجتمع عليها في أقل التقديرات عند المدارس الفكرية واللاهوتية المختلفة عبر العصور، وتشبكت العديد من العقول في الإجابة على أسئلة مرتبطة بالفكرة على شاكلة: هل غير المسلمين من أهل النار؟ هل أهل الكتاب المسيحيين واليهود في النار؟ والإجابات تنوعت
ما بين كل غير مسلم خالد في النار إلى كل له رسالته، والله سيحاسب كلا طبقا لمعياره الأخلاقي في الدنيا. من المسائل الأخرى اللي شغلت العقل المسلم كانت مدة العذاب، اللي أيضا تنوعت النظريات الفكرية فيها ما بين أبدية العذاب، عذاب مؤقت بغرض التطهير، إلى جهنم نفسها مؤقتة والكل مصير النهائي الجنة، زي مجادل القدماء من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أو محدثين مثل سيد قطب، الأمر اللي دفع الدارسين لاعتبارهم ضمن طيار الشموليين المبكر universalist، زي ما هنشوف بعد شوية. لكن متكلمي الإسلام الأوائل اتفقوا بشكل عام على إن الكفار مخلدين في جهنم إلى الأبد، وتواترت المواقف الفكرية على الفكرة دي. على سبيل المثال، عبد القاهر البغدادي أحد أهم فقهاء الشافعية ومتكلمي الإسلام الأوائل في أصول الدين قال: أجمع أهل السنة وكل من سلف من خيار الأمة على دوام بقاء الجنة والنار، وعلى دوام نعيم أهل الجنة ودوام عذاب الكفرة في النار.